طيب، بالنسبة للأحاديث الواردة في عورة الرجل أنها ما بين السرة والركبة، جميع الأحاديث الواردة فيها كلام. هناك من أهل العلم من حسنها كحديث علي وحديث جرهد، هناك من حسنها من أهل العلم وقبلها لعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وهناك من ضعفها من أهل العلم. ففي خلاف في هذه المسألة، وبالتالي في خلاف في تصحيح وتحسين هذه الأحاديث. والأقرب العلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا يصح منها شيء. ابن القيم يفرق في الفخذ بين أول الفخذ وآخر الفخذ، يعني نصف الأسفل والنصف الأعلى من الفخذ. يقول نصف الأعلى من الفخذ الذي هو قريب من الإلية، طيب، من المقعدة، يقول هذا من العورة يتبعها. والنصف النازل يعني إلى الركبة يقول هذا ليس بعورة، يعني التفريق أو عورة مخففة وعورة مغلظة، يفرق بين هذه وهذه.